بالمحور الأخير، حرب تموز على قطاع غزة وذكرى حرب تموز على لبنان قبل 8 سنوات. رح ناقش هالمحور من خلال مقال لغسان شربل اليوم بجريدة الحياة، يعود فيه إلى تموز اللبناني أو يتذكر بصواريخ غزة اليوم، الصواريخ على غزة، يتذكر صواريخ تموز 2006 اللبناني الذي أدخلت صواريخ ذلك النهار الجديد إلى معادلة الأمن الإسرائيلي. كانت لتموز اللبناني نتائج أخرى كثيرة، أهمها تأكيد مرابطة إيران على حدود إسرائيل مع جنوب لبنان ومساعدة سوريا على الخروج من العزلة التي دخلتها بعد اغتيال الرئيس الحريري، وتشجيع إيران وسوريا على الذهاب أبعد باستنزاف الاحتلال الأمريكي للعراق. أما عوني الكعكي بجريدة الشرق الذي كتب أيضا من تموز إلى تموز، فاعتبر أنه تحقق بتموز 2006 صمود المقاومة وتسجيل البطولات، ولكن المشكلة أننا لم نعرف أين نصرفها، والأهم من ذلك أن البندقية التي كانت موجهة نحو فلسطين المحتلة صارت موجهة إلى بيروت، وعتمت المقتل الزيادين 7 أيار وتكرار عمليات القمصان السود. أولا بالنسبة لما قال الأستاذ غسان شربل، هل بتضيف أي يعني ملاحظة على المعادلات يلي أرستها حرب تموز 2006 على لبنان؟ كل الحرب عم بيكون عندها يعني عم تعطي لون جديد. يعني اليوم اللي عم بيصير بغزه هو يعني بين انه في خرق للامن الاسرائيلي واضح. يعني اذا بدنا نقول الامن القومي، الامن اي يعني بدهم صيغه يعني بده يسموه، اللي بين انه اليوم اذا كنا نقول انه حزب الله منطقه مفتوحه، انه كان النظام السوري امن له طريق عبور، ايران فيها تضخ ما بدها اسلحه وعندهم حريه تحرك. اليوم انا عم شوف من ناحيه ثانيه انه اللي بين بغزه كشف واقع انه اولا انه خرق كبير، تهديد لاسرائيل كبير. هلا بالنتيجه كيف بينحسم؟ انا بشوف انه الفلسطينيين فيهم يتحملوا اكثر ما في تتحمل اسرائيل. انما عم اقول انا انه النقطه الاساسيه انه اليوم هذا الموضوع ما في يستمر هيك. يعني مطلوب اليوم انه اسرائيل تروح باتجاه يمكن السلام الشامل، يمكن السلام ترجع للمبادره العربيه اذا بعدها مقبول اللي عم بحكي. يعني انه اليوم مطلوب من اسرائيل انه تعمل قراءه جديده في اتجاه انه كيفيه التعاطي مع الواقع الفلسطيني. وبالنسبه للبنان وما كتبه عوني الكعكي عن اننا لم نعرف كيف نصرف ما تحقق بتموز 2006 وبعدنا عم نعيش التداعيات حتى اليوم. اليوم عم اللي صار بال 2006 بعده لليوم عم ينصرف بطريقه حسب ما حزب الله بشوف. يعني اليوم اعتبر انه 7 ايار عم ينصرف بطريقه مش عم يستفيدوا منها كل اللبنانيين. اليوم هذا بدي اقول لك انه ب7 ايار اعتبر انه عمل هو يعني عمليه عسكريه لحمايه المقاومه. نعم. اليوم راح باتجاه قتال بسوريا مع ما رتبت على البلد من ضرر بعيدا عن ما هو يعني ما يصيب بيئته، نتيجه اعتبار انه عم يدافع عن المقاومه. اليوم عم يعطي حاله حزب الله تحت شعار الدفاع عن المقاومه هامش واسع، قديش ممكن يحقق نتيجه؟ انا بشوف الحديد اليوم انه اليوم ما في بعد وقائع في لهم للشعب اللبناني انه نتيجه الدفاع عن المقاومه اللي هو تحول بسلاحها نحو الداخل، انه انا عم امن حمايه للبلد. اليوم حتى اليوم ما تأمنت حماية للبلد نتيجة اللي عم يعملوا حزب الله بسوريا أو يعني بعدة تصرفات بالداخل. اليوم نعم. عم بحط البلد بحالة تعطيل، بحالة أزمة اقتصادية، بأزمة أمنية مكشوفة. بهالموضوع أستاذ سيمو أبو فاضل ناشر موقع الكلمة أونلاين كنا وصلنا لختام الحديث معك. بدي أشكرك شكرا جزيلا على حضورك. أهلا وسهلا فيك بتلفزيون المستقبل. شكرا أيضا للمشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.